هنكمل الأستاذ عادل فهمي شقيق الزميل الصحفي محمد فهمي. وأنا تاني بأنوه أنه لماذا ندافع عن محمد فهمي، لأننا نعرفه جميعا. محمد يعني اشتغل في أكثر من قناة تلفزيونية أوروبية، والمسألة بالنسبة له مهنية، لكن ده حكم المحكمة. لكن في كل الأحوال يعني الجميع التمسوا إعادة النظر بشكل قانوني في قضية محمد فهمي تحديدا، لأنه من المتفق عليه بين كل من يعرفونه أنه ظلم في هذه القضية، من حيث أنه يعني المسألة بالنسبة له مهنية، اشتغل معاهم بشكل مهني، مش ظلم في الحكم. بالتأكيد الحكم استند لأسانيد قانونية. عشان كده معايا الأستاذ فرج بيقول احنا دايما بنثبت حسن النية، واحنا حتى في قضايانا كان دايما يقول لك اثبت حسن النية. طيب استاذ عادل اهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل. انت كنت عايز حبيت اشكر حضرتك جدا ان حضرتك بتقول الحق، وان حضرتك بتقول عارف ان اخويا قد ايه هو انسان مهني ومحترف وحائز على جوائز كتير في مشواره الصحفي. واحب اشكر كمان استاذ فرج على انه قال الحقيقه ان اخويا حسن النيه. اخويا ما اشتغلش غير 3 اشهر بالتحديد مع الجزيره انجلش، وكان داخل من منطلق ان الجزيره انجلش لا تنتهج نهج جزيره مباشر، وداخل بالمفهوم ده، وما فيش اي ادله اتقدمت في المحكمه تدينه على الاطلاق. وبالنسبة لنقطة الدكتور فاروق الباز، دكتور فاروق الباز يعرف أخويا من فترة شغله مع CNN، وكتب له مقدمة كتابه Egyptian Freedom Story عن ثورة 25 يناير. وزي ما حضرتك قلت، ناس كتير تانيين معروفين ومحترمين في المجتمع شهدوا له بمهنياته، وأنه أبعد ما يكون عن أي جماعة محظورة وعن الإخوان المسلمين تماما، وعارفين انه شارك في 30 يونيو وفي التفويض وفي كل الحاجات دي. فانا بس حبيت اتصل اشكركم انكم قلتوا الحق فعلا وقلتوا الكلام المظبوط. وحب اضيف نقطه اخيره، حتى كل الجميع يتعاملون مع القضيه على انه محمد حاله مختلفه، لانه فعلا من المؤيدين للجيش ومن المؤيدين لثوره 30/6، بالاضافه لانه كان بيشتغل بشكل مهني، لكن يبدو انه حظه السيء. 3 شهور اشتغل في الجزيره انجلش، يدخل في هذه القضيه. ان شاء الله احنا بنلتمس بالشكل القانوني انه اي مدخل قانوني يمكن ان يستفيد منه محمد فهمي، لانه مبدا حسن النيه مبدا مهم جدا. استاذ عادل بتوجه لك بالشكر.